اعرف الصوت ده هتعرفه على الو طول، بس علي صوتك شويه. الو ما فيش عارف. لا اقول الو. الو ايوه الو ايوه ميرنا. ما خلي بالك هيعرفك على طول، لان كله اصل كل اللي زمايله كلهم رجاله. ميرنا طبعا اخت محمد الصغيره ولا الكبيره؟ لا دي الكبيره. الكبيره كبيره. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. اهلا بيك، عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. اخبارك انت ايه؟ انا تمام الحمد لله، بس انا عندي كومنت بس بسيط كده، اتفضلي. يعني عايزه اقوله عشان بس هو حرق دمي من اول الحلقه. قولي اللي انت عايزاه. بقول لك انا مش متدلع. امال مين اللي متدلع؟ انا مثلا يعني لما يبقى واحد يكلمني وهو راجع، مرنا شوي لي الفانيه بتاعي، مرنا سخني لي الاكل، مرنا اعملي لي مش عارفه، معلش كوي لي القميص علشان عندي فرح بالليل، معلش طلعي لي التيشيرت، يعني حتى اللي هو نفسي ده انا اللي مختاره له، فمين يعني اللي يكون متدلع مثلا؟ مش انا والله انا كنت عايز اقول له كده، بس انا قلت استنى لغايه لما انت اللي تيجي وتقولي له الكلام ده، عشان ما ينفعش يبقى ولد. كلمت انا كان الموضوع كان هيفرق يعني، بجد كنت مستناه بقى لما يجي. بعدين كل شويه يقول لك انا مش عارف ايه، اصل الساعه دي ما تلبسيهاش، مش عارف ايه ما تعمليهوش، ايه الكلام ده؟ ينفع الكلام ده برضه؟ مع انك انت الكبيره يعني. والله بص ما مش عشان ايه؟ عشان ما اسخنش عليكم. لا ما انت الكبيره برضه لازم يبقى ليكي كلمه. بس هو الراجل ده جاي يعني انا الكبيره، بس يعني خلاص بقى معلش. ليكي في الكوره ولا بص هو انا ماليش في الكوره، بس انا ما بتفرجش على الكوره غير لما هو بيلعب، فاهم؟ يعني ببقى مجبره لازم اقعد اتفرج، عشان هو لما يرجع يسالني انت شفتي الماتش ولا بتاع اعرف ارد. انا كتير بتقولي له ايه؟ ما ببقاش اتفرجت مثلا ويسالني اقول له طلعت حلو، هو اصلا ما بيكونش لاعب، فاهم؟ فانا بلبس بتسالها هي محمد على رايها على رايها في ال... انا بحب دايما اعرف هم اتفرجوا ولا ما اتفرجوش يعني. دايما بحب. لا هو في مره في ماتش كده اللي كانوا بيلعبوه في برج العرب، هو خسر كل الماتشات في برج العرب. انا مش فاكره هو يعني ماتش مع ايه، ف كان راجع بقى متضايق ومش طايق نفسه ولا طايقنا ولا طايق اي حد، وجيت اتخانق معانا يعني انا ما اعرفش ليه ساعتها، عشان كنت واخده الشنطه بتاعته كان المعسكر، فقام جه بقى ومتضايق قوي بيقول لماما ان انا ما كلمتوش بعد الماتش وان انا ما اهتمتش اصلا. كمان يعني انا فعلا كنت ما كنتش فاضيه، بس لا هو الموضوع ده بيحز في نفسيته جدا يعني. انتوا لازم تكلموه دايما بعد الماتش وقبل الماتش لا لازم كلكم انت واختك ومامتك لازم مسج كده يعني ايه مبروك يا حبيبي، بس خلاص كده انا كده فعلا دي حقيقه بصراحه. انا ببقى نفسي ان هم يعني يشوفوا مثلا ان انا عملت حاجه كويسه النهارده في الماتش، كنت كويس. عايز تبقى مبسوط معاهم يعني. انا بفرح لما هم يتبسطوا ويشوفوني. ودايما بتضايق بعشم اللي هم لازم طبعًا. يعني هم دايما في ظهري، وببقى مبسوط طبعا لما الاقي مسج بعد الماتش، امي مثلا تكلمني ما شاء الله عليك النهارده. يا يعني امي مالهاش برده في الكوره قوي، بس بتسمع بقى المعلقين بيقولوا ايه. الناس زمايلها يعني والدتي مديره مدرسه، فيقولوا لها في المدرسه ابنك كان كويس امبارح مش عارف كده. فانت دايما بتكلميه مجبره مش قصدك يعني؟ لا والله لا انا ببقى والله العظيم لما بيبقى بيلعب، لا انا ببقى فعلا مبسوطه، ببقى مبسوطه جدا، بس لما بيقع ولا كده لا الموضوع بيبقى ستريس علينا جامد جدا، لو احنا كلنا نبقى خايفين ده لو حد خبطه بس نبقى بص خلاص يعني هنتجنن. بس ربنا يوفقه يا رب يا رب ان شاء الله. مرنا اسالك عن محمد، مين انت بتختاري لبسه ولا هو اللي بيختار لبسه؟ مامته اخته صغير. مين اللي بيختار لبسه؟ بص انا هسيب له هو السؤال ده يعني، هو عندك وقدامك واساله. طب اسال. انا بصراحه اكتر من كده. مين اللي مختار لك اللبس اللي انت لابسه؟ مين اللي مختار لك اللبس؟ شفت بقى مين؟ هي بصراحه انا النهارده حتى سالتها يعني كنت بقول لها ايه رايك ده احسن ولا ده احسن، هي بصراحه اختارت لي اللبس يعني بصراحة. هي اللي قالت لك البس. دايما بحب اسالها يعني ايه رايك في كذا، هي رايها حلو بصراحه يعني. ودايما بتقول لك اللبس. هي اللي بتعمل الاكل ولا مامتك؟ لا هي بتعمل اكل بصراحه. قول الحقيقه، انا عايزك، انا النهارده جاي اهدي النفوس. لا يعني
بتطلع عيني كده عشان تعمل لي حاجه كويسه فاهم يعني. بصراحه اكل امي يعني اكل امي لا بصراحة ما امك ده ملهاش حق يعني اكل اكل الام بالنسبه لي مهما اكلت مهما اكلت ومهما اكلت فين يعني اكل امي. طب حلو قوي، خلي بقى ايه ماما تعمل لك، خلي مامتك بقى تعمل لك. بس هي دايما بتعمل لي يعني، هي دايما بتعمل نفسك لازم الحق نفسك دايما بتعمل لي، بس مش مضمون بقى الاكل يبقى حلو ولا وحش، المهم بتعمل لي فاهم. طب خلي بالك بقى انا لو منك ما اعملوش اكل تاني عشان ما ينفعش يعني يفضل يقول كده يعني، دي صعب عليا بس مش اكتر فاهم. اخويا والصغير وكده. لا خلي بالك ده نعمل ايه، ده وراه شعب، ده جمهور وراه ملايين، فخلي بالك بقى فخلي بالك بقى. طيب اخيرا يا مرنا عايزه تقولي له ايه؟ قولوا لنا. انا عايزه اقول له ربنا يوفقك وركز، ويا رب يا رب كده على طول تفضل في تحسن، وربنا يوفقك يا رب ويخليك يعني يعمل لك اللي انت نفسك فيه دايما. عايز تقول لها ويخليك لينا يا رب. يا رب عايز تخليها. عايز اقول لها طبعا يعني ربنا يبارك لي فيهم ودايما في ظهري ودايما يحمسوني ويشجعوني، وانا يعني احاول ان انا اعمل كل حاجه ان انا اخليهم فخورين بيا ودايما ما اخليهمش محتاجين حاجه يعني ان شاء الله. يعني انا بشكرك جدا يا مرنا على وجودك معانا، ويعني انا اتمنى لك يا رب كل الخير ويفضل محمد دايما ظهركم وسندكم مع الحاج مع الوالد يعني، ويديكم الصحه دايما ويديله الصحه.